بسم الله الرحمن الرحيم، يهدف هذا الفيديو لشرح موضوع حل المعادلات المثلثية للصف الأول ثانوي العلمي. الآن نبدأ بالمثال الأول. حل المعادلة المثلثية جيب سين يساوي نص بيانيا. أنا هذه كاتبها مذكرة بس حتى إذا احتاجنا شيء من المتطابقات اللي سبق أن درسناه. يلا وبدينا أحله بيانيا، إذا أنا لازم أمثل اقتران الجيب اللي هو لو بدنا نروح على آلة راسمة بتلاقي مكتوب هيك f of x بيساوي sin x. نشوف كيف بنسويها. راح اختار هذا البرنامج اللي معروف اسمه جيوجبرا. خلينا نعتبر ال f of x هون مش موجودة. اذا باجي هون تحت بقول له sin، كلنا بنعرف ان هي الجيب، بتون براكتس اللي هو x، then enter. شوف هاي رسم لي الاقتران بالبساطة هذه. أنا سابق رسمه هياته. الآن بدنا نرسم اللي هو الخط المستقيم اللي هو y يساوي أو صاد تساوي نص، لأنه بده جيب سين يساوي نص. إذا أنا بروح بكتب له نو y يساوي 0.5 لي 5 من 10. شو بروح أرسم لك إياه. على العموم أنا هذا كمان رسمه. إذا السؤال في الرسم هنا لما أقول لك مثل بيانيا وجد نقاط التقاطع، معناته أنا بدي أوجد نقاط تقاطع المنحنيين اللي هو الخط المستقيم مع اللي هو الاقتران الجيب. راح أشوف هذول النقاط هني نقاط التقاطع. طيب نشوف إحداثياتهم، طلع لهم راح يكونوا هذول النقاط. شوف لاحظ أعطاني هنا نقاط التقاطع لكل واحدة منهم. كل واحدة منهم أعطتني نقطة التقاطع. الآن لو بدنا نعرف باقي النقاط ببساطة ننقر عليهم. الآلات الراسمة هذه بتعطينا نقاط التقاطع بدقة أكبر، شايفين كيف؟ وبهاي الحالة بقدر أقول أعرف إنه الإجابات لكل اللي هي حل المعادلة المطلوبة اللي سبق أن ذكرناها، وهي جيب سين يساوي نص. بدو يانا مثله بيانيا. طبعا لاحظوا كمان انه هنا في التمثيل البياني نحطين من عند اللي هو واحد وسالب واحد اللي هي مدى اقتران الجيب. مدى اقتران الجيب خلينا نخفي هذول النقاط ما بنحتاجهم الان، لكن احنا عرفنا انه النتيجة اذا هذه هي نقاط التقاطع. بدي اضيف شغلة، انه لو فرضنا اني انا بدي اجيب حل المعادلة راح اجيب نوعين من الحل. في شيء اسمه حل عام وشيء اسمه حل ضمن فترة. خليني أبدأ أول شيء بالحل العام. أنا أجيب حل عام بعدين بنجيب حل ضمن فترة، لأنه زي ما احنا شايفين هنا في شكل المنحنى اقتران الجيب هو اقتران لا منتهي، يعني إذا عدد لا نهائي من الحلول في حال. طيب الحل الجبري الخطوة الأولى، هذا راح ننتبه على الأسلوب هذا، يعني راح نمشي عليه دائما، اللي هو نبدأ بسؤال ما الزاوية التي جيبها يساوي نص. هاي تذكر، إذا أنا لازم أكون حافظ مين الزاوية اللي جيبها نص. خلينا نكتب بالراديان كله. إذا سين تساوي اللي هي 30 درجة، أنا حافظ إنه الزاوية اللي جيبها نص هي 30 درجة اللي هي باي على 6. إذا سين تساوي باي على 6، هذا بسموه الحل الأساس، وهي نفسها راح نعتبرها زاوية المرجع. كويس. الخطوة الثانية والسؤال الثاني راح أسأله لنفسي الآن، متى يكون الجيب موجب؟ طبعا منين جبت هذا السؤال؟ جبته من هون، إنه أنا بطلع على الجيب إنه إيش مكتوب هون؟ نص موجب. إذا أنا بدي أعرف متى الجيب موجب غير اللي هو الحل الأساس، فبدي أجاوب على هذا السؤال بدي أقسم الإجابة إلى قسمين. القسم الأول الربع الأول بيكون الجيب موجب، وفي الربع الثاني بيكون الجيب موجب. إذا إما سين تساوي باي على 6 اللي هو الإجابة اللي طلعناها، والثاني اللي هي راح تكون عبارة عن سين تساوي، خلينا نتذكر معلومة سابقة. الآن لو كنا احنا في الربع الثاني حركنا هيك الجيب تكون بالربع الثاني،
بدي تكون الزاوية المرجع 30، شو بدي أمشي لحد ما تصير 30، هاي 30، أنا تقريبا 30 وشوي، لا إحنا بنيا 30 بالضبط، 29 يعني مش راح تيجي 30 بالضبط، بس تقريبا إذا هون راح تكون تقريبا 150. لاحظ الحمراء هي الزاوية اللي بتمثل الزاوية اللي في الربع الثاني اللي إحنا بحاجة إلها. طيب كيف بدنا نجيبه هون؟ بنجيبها اللي هي عبارة عن باي ناقص باي على 6، أو بنقدر نطلع لك هنا 1 ناقص سدس يعني 5 أسداس باي. إذا هذول هم الإجابات الأساسية اللي أنا بطلعهم لحل هذه المعادلة. لو بدنا نتحقق إنه حلنا صحيح أم لا، ناخذ القيم نرجع بنعوضها وين؟ في المعادلة الأصلية. سين يعني جيب باي على 6 بيساوي نص، نعم جيب 5 باي على 6 بيساوي نص اللي هو جيب 150، طبعا كمان بيطلع نص. الآن الحل العام رقم 3، الحل العام هو سين تساوي باي على 6 زائد نون من الدورات 2 باي نون، حيث نون ينتمي إلى صاد الأعداد الصحيحة. الحل الثاني هو سين تساوي 5 باي على 6 زائد 2 باي نون، ونون أيضا ينتمي إلى صاد. هذا هيك بكون خلصت الحل. الآن خلينا نعمل نفس السؤال اللي هو من نحل المعادلة جيب سين يساوي نص، ولكن بدي أعطيك إياه بالفترة مثلا من صفر أقل من أو يساوي سين أقل من أو يساوي باي فقط. خلينا نشوفه بيانيا بالله كيف صاير. إذا أنا بدي بس من عند صفر لباي، هنا ممكن نيجي نكبر المكبر تاعنا ونشتغل بس من صفر لباي. إذا أنا راح أشتغل من هون لهون، الآن وين نقاط التقاطع من صفر إلى باي؟ نقاط التقاطع راح تيجي النقطة هذه والنقطة هذه، اللي هما راح يكون الحل عندي هو 0.52، والنوع الثاني اللي هو إيش؟ اللي طبعا 30 درجة راح تكون، يعني كأنه نحكي هنا 30 درجة، إنه هنا بالدرجات اللي هي باي على 6، وهذا راح تكون اللي هي 150 اللي هي باي على 5 باي على 6. إذا في هاي الحالة اللي راح يتغير معي في الحل إنه نفس الأسلوب راح أمشي، اللي هو إنه سين تساوي باي على 6 وسين تساوي 5 باي على 6 بدون ما أعمل أي دورات، لذلك راح أقتصر في هذه الإجابات. طب سؤال، لو قلت لكم نفس السؤال هذا بس بدي أغير عليه شغلة بسيطة، إني بدي إياك تحل لي جيب سين تساوي نص، حيث سين تقع بين نحكي باي واثنين باي. طبعا نفس الطريقة راح أقول متى سين مين الزاوية اللي جيبها نص، بتقول لي باي على 6، إذن هذه الحل الأساس أو زاوية المرجع. الآن بدنا نسأل حالنا سؤال، مين متى يكون الجيب موجب؟ حكينا لما يكون في الربع الأول، إذن الحل بده يكون سين يساوي باي على 6 والحل يساوي 5 باي على 6، كأن هذه هي الحلول. الآن برجع بطلع، هل هذه الحلول داخل الفترة؟ هل هذه القيم تنتمي للفترة المعطاة؟ إذا الجواب نعم نعتمدها، إذا الجواب لا إذن لا يوجد حل. طب افرض اني ما اعطيتك هاي الفترة، مثلا اعطيتك اياها من 2 باي ل 3 باي، شوف تغيير. اذا اعطيتك اياها من 2 لباي ل 3 باي بدك تمشي ايش هنا؟ بدك تكمل الدورات، رح نضلنا نفس الحل، لكن في هاي الحالة راح اشوف انه مين هم الحلول اللي انا طلعتهم مرة ثانية، اللي هم سين باي على 6 اللي هو الحل الاساسي الاولاني في الربع الاول، و5 باي على 6 اللي هو في الربع الثاني. الآن بدي ألف لفة زيادة، إذا أنا بجيب باي على 6 زائد 2 باي اللي هو 2 يعني هنا سدس زائد 2 2 وسدس باي، اللي هي بنقدر نكتبها بطريقة ثانية 12 13 على 6 باي. والحل الثاني اللي هو 5 باي على 6 زائد 2 باي، يعني أنا بس عملت دورة واحدة هسا، يعني 2 و5 أسداس باي اللي هو بيطلع 12 و5
17 على 6 باي. لأن برضو بسأل حالي سؤال، هل هذا العدد اللي هو 13 على 6 باي و17 على 6 باي ضمن هذه الفترة؟ الآن أيهما ضمن هذه الفترة نعتمده، واللي مش ضمن الفترة لا نعتمده. ممكن نعمله ونستعين بالآلة الحاسبة كحسابات، ولكن يعني ممكن نعرفها بسهولة، لأنه 17 على 6 لو تقسمها قديش بطلع عندك؟ بطلع 2 وشوية، إذا هي أقل من 3 باي، إذا هذول الحلين معتمدين. شوف سؤال ثاني. يلا حل المعادلة التالية بيانياً، خلصناها. نعم. السؤال اللي بعده. يلا. من حل المعادلة جتا نص سين يساوي جذر 3 على 2. وخلينا نأخذها في الفترة من صفر أقل من أو يساوي سين أقل من أو يساوي 2 باي. دورة واحدة. يعني بدي أضيف هنا إني أنا بدي أعطيك المجال. في الأول أنا ما بطلع على المجال كأنه مش موجود وبحل بدونه. الآن بنظر إلى الزاوية هاي نص سين كلها كأنها الزاوية ها، أنظر لها كأنها قسم واحد. إذن هي بتصير هيك. رح أرجع أنا بدي قيم سين، أنا ما بديها. إذن بقول هيك جتها تساوي جذر 3 على 2. السؤال الآن مين الزاوية اللي جيب تمامها؟ هو جذر 3 على 2. إذن ها هي باي على 6، هذه اللي هي زاوية المرجع. لأن مين الزاوية أو متى الجيب موجب؟ احنا كنا نتكلم هيك دائما، متى يكون الجيب أو الجيب التمام، عفوا جيب التمام موجب. أنا في عندي هنا ممكن يكون في الربع الأول أو في الربع الرابع. يلا نحكي في الربع الأول، إذن هي ها تساوي باي على 6، وهنا ها راح تكون اللي هي 2 باي ناقص باي على 6. لأنه هي دائما احنا كيف بنحسب على الربع الرابع؟ نعمل هيك، بنعمل الزاوية ونشوف زاوية المرجع. إذا هذه هي الزاوية اللي احنا بدنا إياها، إذا هي 2 باي ناقص زاوية المرجع. يلا 2 ناقص سدس كأنها، يعني هيك كان بنعمل نحسبها 2 ناقص سدس تساوي، هي بتطلع عليها كأن لما نوحد مقامات بتصير 6، بتصير هاي 12 ضربنا ب 6، 12 ناقص 1 بيطلع 11 على 6. إذا بيطلع الجواب 11 باي على 6. 11 باي على 6 هذه ها. طب احنا سؤالنا مش ها، احنا بدنا سين. إذا بنرجع بنقول إنه نص سين برجع حالة أصلها، ها هي ها اللي هي نص سين تساوي باي على 6، ومنها سين تساوي نضرب الطرفين في 2 بيطلع الجواب باي على 3. وهنا نص سين تساوي 11 باي على 6، روح ضاربين هون كمان في 2 وهنا في 2 بيطلع الجواب 11 باي على 3. الآن ننظر هذه القيم، هل هي ضمن المجال المعطى ولا ليست ضمن المجال المعطى؟ طبعا باي على 3 ضمن المجال، إذن هذه تعتمد. 2 باي اللي هي يعني 2 باي لما نقارنها ب 11 على 3، قسم 11 على 3 ذهنيا بيطلع 3 وشوي، يعني 11 تقسيم 3، 3 ب 3 9 بزيد شوي، اذا هذا الحل مرفوض لانه خارج ال 2 باي، بيطلع 3 باي وشوي، اذا هذا الحل مرفوض لانه خارج المجال، ونعتمد في هذه الحاله حل واحد للسؤال. يعني انت بس نفس طريقة الحل لكن مع اختلاف بسيط جدا في انه نرى النقطة انها ضمن المجال ولا ليست ضمن المجال. يلا خلينا نحاول نحل هذه المعادلة المثلثية. لاحظوا كل واحد فيها فكرة مختلفة. هنا راح استخدم تذكر، لا ما راح استخدمها، ليش؟ لانه كلها تنجيات جتا، اذا انا مش بحاجة للتذكر. يلا ممكن ايش نعمل هنا؟ نحول الستة للطرف الثاني، يعني نطرح ستة من الطرفين، فبتصير المعادلة هيك جتا تربيع سين ناقص خمسة جتا سين ناقص ستة يساوي صفر. بروح ايش مسوي هون؟ بروح معتبرها كأنها معادلة تربيعية. نفرض أن ص تساوي جتا سين، اعتبر هاي ص تساوي جتا سين، مستبدل مؤقتا
التحويل هذا في الرياضيات لا يغير شيء على حل المعادلة. صار صاد تربيع ناقص 5 صاد ناقص 6 يساوي 0. الآن نبدأ بإيش؟ بعملية التحليل أقواس. الآن خلينا نشوف إيش راح نسوي بالنسبة للعملية هاي. نحط صاد هون صاد هون اللي هي صاد تربيع تجي من صاد في صاد، والستة ممكن أكتبها 3 في 2 بس مش راح تنفع معي لأنه لو حطيت هون لأنه إشارة الأخير ناقص، إذن لازم واحدة سالب واحدة موجب. فلو حطيت هون ناقص وهون موجب ما راح تطلع 5، إذن خطأ الاختيار. إيش راح نسوي هون؟ راح نغير نخليها إيش؟ 6 في 1 6 في 1 حط سالب موجب. نتأكد اضرب الوسطين سالب 6 صاد، اضرب الطرفين بيطلع صاد، إذا مزبوط طلع سالب 5. إذا إما صاد ناقص 6 تساوي 0 أو صاد زائد 1 تساوي 0. إذا إما صاد تساوي 6 أو صاد تساوي سالب 1. رجع صاد لأصلها، صاد هي أصلا جتا سين. إذا هون جتا سين تساوي 6 أو جتا سين تساوي سالب 1. طبعا الحل الأولاني هون هذا مرفوض. ليش مرفوض؟ لأنه لا يمكن، أو مدى الجتا لو نلاحظ هون نرجع للرسمات، شايف وقفنا هنا، خلينا نشوف رسمة الجتا. هي رسمة الجتا، شوف جتا محصورة بين سالب 1 و1، فكيف بدها تطلع الجتا تساوي العدد اللي هو حكى اللي هو إيش؟ 5 أو 6. إذن هذا مرفوض. إذن باقي عندي أدور متى الجتا بتساوي سالب 1. برضو نرجع للرسمة خلنا نشوف، بس راح نحلها جبريا. بتساوي سالب 1 إحنا منا قلنا بالله، خلنا نتأكد بتساوي سالب 1. إذن بدنا نشوف متى الجتا بتساوي سالب 1 عند النقطة هاي. لاحظ هنا، لاحظ عند النقطة هاي بيكون الجتا بتساوي سالب 1. وفي طبعا دورات كثيرة جدا، اذا هي مقابل الباي، فهي كأنه بنسأل حالنا السؤال الشفوي انه مين الزاوية اللي جيب تمامها بيساوي سالب 1، اذا سين تساوي باي. اذا كنا بنشتغل على الفترة من 0 ل 2 باي، لاحظ ان انا هل معطيك فترة؟ لا مو معطيك، اذا بدي الحلول الكامل. طبعا هون ما بسأل حالي عن الارباع، تعرف ليش ما بسأل حالي عن الارباع؟ لانه هذه عبارة عن زاوية ربعية، الباي زاوية واقعة على هنا 2 باي، هون باي على 2، هنا 3 باي على 2. لما تيجي الزاوية الربعية ما بسأل عن الأربعة، إذن بوقف هذا على الزاوية. إذن الحل العام راح يكون سين تساوي باي زائد 2 باي نو. انتهى السؤال. إذن صار عندي نمط للمعادلات التربيعية. خلنا نشوفها. حل المعادلة المثلثية. أول شيء بتطلع عليها كلها جيب تربيع وجيب، يعني كلها جيب ما فيها شيء. إذن خلينا نجيب الجيب للطرف هذا، بطرح الجيب من الطرفين بصير 2 جيب تربيع سين ناقص جيب سين يساوي 0. خلينا نفرض انه صاد هي جيب سين، نفس المبدا اللي حليته قبل شوي لما كانت هناك المعادله التربيعيه. فبصير 2 صاد تربيع ناقص صاد تساوي 0. ناخذ صاد عامل مشترك، تحليل هنا 2 صاد ناقص 1 تساوي 0. اما صاد تساوي 0 او صاد تساوي نص. على السريع حلينا المعادله، بس هذا مش الحل اللي انا بدي. انا بدي ارجع صاد لاصل. اذا جيب سين تساوي 0 او جيب سين تساوي نص. الله، نسال حالنا مين الزاويه اللي جيبها بيساوي 0. اذا اما سين تساوي 0 او سين تساوي باي او سين تساوي 2 باي. ان هذول كلهم الزوايا اللي بيكون جيبهم بيساوي 0، هذول زوايا ربعيه. اذا ما بسال عن الآن ننتقل لنفس الطريقة هون. هذه حليناها قبل شوي السؤال. هذا سؤال حليناه قبل قليل. اللي هو جيب سين بيساوي نص. إذا سين تساوي باي على 6. هذه زاوية المرجع. حكينا في الربع الأول بتكون حل. خذ كل دوراتها. 2 باي نون. والحل الثاني هو سين بتساوي 5 باي على 6 اللي هي في الربع الثاني زائد 2 باي نون. هذا سؤال مكرر حكيناه قبل قليل. يلا. ننتقل على السؤال اللي بعده. حل المعادلة المثلثية 2 جتا 2 سين. هون في إشكالية، إنه أنا في عندي هون جتا 2 سين، عندي جيب، عندي هون جتا.
فأنا الهدف من المعادلة إني أخليها كلها تصير يا كلها جيب يا كلها جتا يا كلها ظل. طب إيش بدي أسوي؟ خلنا نفكر. لاحظوا إنه هنا عندي نص الزاوية نص الزاوية، كل الجهات نص الزاوية، ما عدا هاي جهة ضعف الزاوية. إذا شغل ضعف الزاوية ما بدي إياها، خلينا نستغل هذا المتطابقة. إذا بتصير المعادلة هيك، اثنين نفتح قوس بتستعيض عن هذه بالمتطابقة تبعتها. إيش راح تصير؟ اثنين جتا تربيع سين ناقص واحد زائد اثنين جيب تربيع سين يساوي جتا سين. لو فكينا الأقواس بتصير أربعة جتا تربيع سين ناقص اثنين زائد اثنين جيب تربيع سين ناقص جتا سين تساوي صفر. شكلها يعني انحلت. لا ما انحلت، لأنه لسه في عندي جتا وعندي جيب، وهنا كمان في جتا. إذا أحسن شيء نخلص من مين؟ من الجيب تربيع. نفس الشيء بستخدم المتطابقة هذه أجين. إذا بتصير هيك، أربعة جتا تربيع سين ناقص اثنين زائد اثنين في افتح قوس واحد ناقص جتا تربيع سين ناقص جتا سين يساوي صفر. شوفوا لاحظوا المعادلة كلها صارت عبارة عن جتا. يلا نكمل الآن. بتصير أربعة جتا تربيع سين ناقص اثنين زائد اثنين بفك بالأقواس قاعد ناقص اثنين جتا تربيع سين ناقص جتا سين تساوي صفر. جمع الجتا تربيع مع الجتا تربيع، أربعة جتا تربيع ناقص اثنين جتا تربيع بيطلع اثنين جتا تربيع سين، عندك الناقص اثنين مع زائد اثنين صارت صفر ناقص جتا سين تساوي صفر. خذ الجتا عامل مشترك جتا سين صارت اثنين جتا سين ناقص واحد تساوي صفر. إذا إما جتا سين تساوي صفر، إما جتا سين تساوي صفر، أو جتا سين تساوي نص، اللي هي تساوي يعني اثنين جتا سين اللي هو القوس الثاني بيساوي صفر، وبرتبها بخلي جتا موضوع القانون. إذا الآن من الزاوية اللي جتاها صفر؟ عندي اللي هي باي اثنين هي 90 درجة، وثلاثة باي اثنين اللي هي 270 درجة. خلينا نأخذ الحلول الأساسية بس نشي نكمل. بس هون إذا بدنا نكمل بنحط زائد اثنين باي نون زائد اثنين باي نون، هاي أول واحدة. الآن نكمل هون، مين الزاوية اللي جتاها نص؟ اللي هي باي ثلاثة، الحل الأساسي. الآن الجتا متى موجب؟ في الربع الأول. إذا راح أطلع الحل الأساسي الأول زي ما هو زائد اثنين باي نون، والحل الثاني هو في الربع الرابع. يلا الربع الرابع بتكون عندك 2 باي ناقص باي على 3، يعني 2 ناقص ثلث، كأنها 2 ناقص ثلث. اختصروها بيطلع 6 5 على 6 باي. لا مظبوطة هاي 2 ناقص باي على 3 مظبوط. إذا 2 ممكن على 1 نضرب 6، 6 ناقص 1 5، 5 باي على 6. إذن راح تطلع 5 باي على 6 زائد 2 باي نون. اثنين ناقص ثلث تطلع واحد وثلثين. لا عفوا في خطأ، هي خطأ الحسبة. مرة ثانية مستحيل تطلع 5 باي على 6، هي لازم تكون أكثر من باي يعني. فهي راح تطلع عندك 2 باي يعني 2 ناقص ثلث، هاي كأنها على 1، بس بصير هون 3، تضرب هون في كم؟ في 3، 3 في 2 6، 6 أيوة. إذن 5 باي على 3، 5 باي على 3 مش على 6، أيوة هيك معقول. هذه جميع الحلول الممكنة لهذه المعادلة اللي ما بلزمنا. مرة ثانية احنا ايش المعادلة اللي بدنا نحلها؟ جيب 2 سين يساوي نص، يساوي 1 آسف، بدنا نسويها بواحد، معناته هاي الخط اللي منقط مع المنحنى. نشوف وين بتقاطع كويس، بس هاي ايش؟ هاي جيب سين. احنا بدنا جيب 2 سين، خلينا نحرك السلايدر ونخلي هاي 2، هاي 2 سين. اذا في عندك نقطتين تقاطع في الدورة الأولى اللي هي هذه النقطة وهذه النقطة.
هذول النقطتين هم نقاط التقاطع اللي احنا بنحتاجهم للحل. يعني بيانيا راح يطلع معي الحل اللي هو العدد اللي هنا اللي هو نص المسافة هاي اللي هو باع الأربعة راح يكون حسب اللي أنا شايفه، وهون راح يطلع اللي هو في الربع الثالث لأنه إحنا من باع إلى ثلاثة باع اثنين إحنا في الربع الثالث، إذن هذا هو الحل اللي راح يطلع معنا. إذن خلينا نشوفهم بالله هذول كم قيمهم، نعمل نقاط التقاطع. هاي الأولانية اللي هي راح تطلع 0.79%، وهاي النقطة الثانية راح تكون هنا اللي هي 3.93%. هلا احنا نشوفهم كيف بالراديان بيطلع اشكالهم وايش هم بيطلعوا معنا بالحل الجبري. فأنا نحلها جبريا الآن بدون بيانيا زي ما اتفقنا. احنا بنسويها جي باثنين سين تساوي واحد، حكينا نفرض انه صاد بتساوي اثنين سين، إذا بصير المعادلة جيب صاد يساوي واحد. نسأل حالنا سؤال، مين الزاوية اللي جيبها يساوي واحد؟ إذا إما صاد تساوي باي على اثنين اللي هي 90 درجة، أو صاد لا هي بس 90 درجة اللي هي جيبها بيساوي واحد فقط 90 درجة طبعا ودوراتها. إذا خلصنا من الحل. إذا في الحالة راح نقول إنه 2 سين تساوي باي على 2 لأن أنا بدي سين ما بدي صاد، إذا سين تساوي باي على 4. إذا راح نجيب سين تساوي على 4 اللي هو الحل الأساسي ودوراتها. إذا الحل العام هي سين تساوي باي على 4 زائد 2 باي نون، حيث نون عدد صحيح، حيث نون عدد صحيح. إذا ممكن هنا لما نحط 2 فبصير 2 زائد 2 4 بصير 4 باي على 4 زائد 4 باي وهكذا. إذا مرة ثانية، مين الزاوية اللي جيبها؟ نرجع للرسمة بالله نشوفها، مين الزاوية اللي جيبها؟ أنا نشوف الجيب هون، جيبها بيساوي نص، جيبها بيساوي 1 فقط، الباي على 2. لاحظ هنا من الرسم فقط حل وحيد اللي باي على 2 وهكذا. لكن في لها دورات طبعا، لو عملنا هنا تصغير للرسم شوف طلع كيف، في عندك حلول كثيرة اللي هي القمم تاعت الجيب، القمم تاعت الجيب. في هاي الحالة بنقول انه في عندي عدد لا نهائي من الحلول، احنا طلعنا منه فقط الحل الاساسي اللي هو باي على 2 وبعدين كملنا على البقية. طب السؤال اللي بعده، حل المعادلة المثلثية 2 جتا تربيع سين يساوي جيب سين زائد 1. لاحظ ان المشكلة هون انه في عندي جيب وفي جتا، فلازم احول يا خلي الجيب بصير جتا يا الجتا يصير جيب. فانا معي هون في المتطابقات انه الجتا تربيع، من هاي انا بقدر استنتج من هاي المعادلة انه الجتا تربيع سين هي عبارة عن 1 ناقص جيب تربيع سين. فبصير المسألة هيك 2 في 1 ناقص جيب تربيع سين، يعني استبدلت الجتا تربيع استبدلتها حطيت مكانها اللي هو 1 ناقص جيب تربيع يساوي جيب سين زائد 1. يلا كمل افتح القوس، بصير 2 ناقص 2 جيب تربيع سين يساوي جيب سين زائد 1. خلي كل المعادلة تصير صفرية، هون بصير صفر تساوي 2 جيب تربيع سين مع الترتيب، أنا يعني بنقل وبرتب ناقص 1. الآن ممكن أفرض إنه ص تساوي جيب سين وبعدين أحلها معادلة تربيعية، لا حلها ويا هيك. فبصير هيك أقواس عشان أحلل تساوي صفر، بصير تحط الصفر على اليمين أو على الشمال ما بتفرق. الآن 2 جيب تربيع هي عبارة عن 2 جيب في جيب، وعندي الواحد بيجي 1 في 1، هذه موجب وهذه سالب. نقدر نتحقق من ضرب الوسطين وضرب الطرفين نتأكد إنه تحليلنا صحيح. إذا الآن إما القوس الأول يساوي صفر أو القوس الثاني يساوي صفر. إذا إما جيب سين تساوي نص أو جيب سين تساوي سالب 1. وهذا طبعا حليناها سابقا اللي هي إما سين تساوي باي على 6 أو سين تساوي كان بيكون في الربع الثاني اللي هي بواحد ناقص واحد ستة بيطلع 5 باي على 6 زائد 2 باي نون
وهنا زائد 2 باي نون. هاي خلصنا الحلول بتاعت الجزء الأول. ضايل عندي الحل اللي هنا من الزاوية اللي جيبها سالب 1، إذا سين تساوي باي، هي جيبها سالب 1، إذا راح يكون سين زائد هي باي زائد 2 باي نون اللي هي ودوراتها. هذا كل الحل لهذا السؤال. ننتقل على الجزء اللي بعده، حل المعادلة المثلثية. لاحظوا في عندي متطابقة أنا بعرفها سابقا عن جيب سين على 2 اللي هو نصف الزاوية. كمان معلومة لازم أعرفها إنه جيب تربيع سين على 2 هي نفسها جيب سين على 2 الكل تربيع يساوي هون جتا تربيع، بس هي بس إعادة كتابة السؤال بطريقة مختلفة شوي حتى إني أقدر أعوض. الآن بدنا نعوض مكان جيب سين على 2 بالجذر التربيعي، إذا هون راح يصير زاد أو ناقص الجذر التربيعي إلى 1 ناقص جتا سين على 2 كله تحت الجذر الكل تربيع يساوي جتا تربيع سين. الآن التربيع بيلغي الإشارة لأنه نضرب سالب في سالب يطلع موجب، والجذر بيختفي فصير 1 ناقص جتا سين على 2 يساوي جتا تربيع سين. بالضرب التبادلي الآن نعمل ضرب تبادلي فبصير 1 ناقص جتا سين يساوي 2 جتا تربيع سين. ننقل الجتا والواحد للطرف الثاني فبصير 2 جتا تربيع سين زائد جتا سين ناقص 1 يساوي 0. بعد نفس فكرة السؤال السابق بنحلل فبصير 2 جتا سين وهون جتا سين هنا 1 1 هنا زائد هنا ناقص، إذا إما 2 جتا سين ناقص 1 تساوي 0 أو جتا سين زائد 1 تساوي 0. نكمل، إذا إما جتا سين تساوي نص أو جتا سين تساوي سالب 1. نسأل حالنا سؤال من الزاوية اللي جتاها نص، حكينا اللي هي 60 اللي هي باع 3، إذا ودوراتها وأيضا في الربع الرابع اللي هي راح تكون 2 باي ناقص يعني 2 ناقص ثلث بيطلع 1 وثلثين، 1 وثلثين 3 1 3 2 5 على 3 5 باي على 3 زائد 2 باي نون. هذول الحلين. الحل الأخير اللي هو سين تساوي من الزاوية اللي جتاها سالب 1 اللي هي 270 اللي هي 3 باي على 2 ودوراتها إذا زائد 2 باي نون. انتهى حل السؤال. ننتقل على السؤال اللي بعده، توقع هذا السؤال الأخير. الآن لاحظوا أنه عندي هنا جيب وجتا، فما بقدر أحل السؤال وفيها جيب وجتا بهذه الطريقة، يا كلها جيب يا كلها جتا يا كلها ظل. طب إيش نقسم على جتا؟ كل المعادلة نقسمها على جتا، فبصير هاي جذر 3 جيب سين على جتا سين ناقص جتا سين على جتا سين يساوي 0 على جتا سين، فبصير عبارة عن جذر 3 ظل سين ناقص 1 يساوي 0. إذا ظل سين يساوي 1 على جذر 3. الآن السؤال من الزاوية اللي ظلها 1 على جذر 3؟ هاي لازم نكون حافظينها حفظ، الزاوية الأساس. فهاي الحالة بنقول أو الحل الأساسي من الزاوية اللي ظلها 1 على جذر 3 اللي هي 30 درجة، إذا هي باي على 6 زائد 2 باي نون. لا مش زائد 2 باي نون هالمرة، ليش؟ لأن احنا قاعدين نشتغل بس في الدورة الأولى. إذا في الربع الأول راح يكون هذا الحل. ضايل عندي في الربع الثالث اللي هو باي زائد باي على 6 يعني 1 زائد سدس اللي هو 1 وسدس 6 في 1 6 1 إذا 7 باي على 6. خلص انتهى الحل. إذا هنا فقط حلين لهذه المعادلة. أتوقع انتهى الحل.